السلام عليكم. لماذا بعض الأخوات المسلمات اليوم لا يلبسن الحجاب؟ أو حتى كنا محجبات في الماضي وملتزمات بهذا الأمر الإلهي ثم للأسف الشديد خلعوه. سأذكر في هذا الفيديو 6 أسباب وأناقشها. بما أن الموضوع موجه لأمهاتي وأخواتي حاولت أن ألطف الأجواء قليلا كما ترون، وأرجو أن تكون المحاولة موفقة. بما أن الموضوع أيضا يحتاج لبعض التفصيل فأرجو من البداية أن تعذروني على الإطالة وعلى السرعة في الكلام. بسم الله نبدأ. إذن السؤال هو: لماذا لا تريدين أن تلبسي الحجاب؟ السبب الأول: أنا غير مقتنعة بأنه فرض. هذا نسمع فعلا من أخوات مسلمات كثيرات، يعني يعتقدن أن الحجاب ليس بالأمر المهم كثيرا طالما أنها تصلي وتصوم، أو حتى لا تصلي ولكنها لا تؤذي الناس. الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة. فلا عذر إذن للإنسان التي لا تعرف أن الحجاب فرض، لأنه فرض عليها أن تسأل وتتعلم، وبعدما تتعلم فرض عليها أيضا أن تطبق وتمتثل لأمر الله. الآن سأناقش بإيجاز الأدلة على وجوب الحجاب وأنه فرض تأثم التي تتركه، بمعنى أن غير المحجبة لا تكون متنازلة عن حسنات أو عن درجة في الجنة، بل مرتكبة لمعصية، وربما تعرض نفسها لعذاب شديد إذا لم يكن في النار، والعياذ بالله فربما في القبر أو في أوائل القيامة. سأدخل في الأدلة مباشرة، وهي التي فهمها الصحابة وكل الأجيال من بعدهم بالإجماع على أنها تدل على وجوب الحجاب دون أن يخالفهم أحد في احتمال وجود رأي آخر، إلا في العصر الحديث وتحديدا بعد الاحتلال المسمى بالاستعمار. نفتح إذن المصحف ونقرأ سورة النور، ولاحظوا التسمية جيدا ودلالتها: النور، وليس الظلام ولا الخفافيش ولا السواد ولا الكآبة، بل سورة النور. تبدأ السورة التي أنزلها رب العالمين علينا نحن المسلمين بقوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. إذن السورة فرضها ربنا علينا ونبهنا من أول آية فيها إلى أنها مفروضة وفيها فرائض، وقال إن فيها آيات بينات، يعني ما في مجال للتلاعب والتشكيك ومحاولة التأويل، ثم قال لعلكم تذكرون، يعني تشجيع لنا كي نتعظ ونفهم. بعدها تحدث عن الزنا وأحكامه وأحكام الطعن بالشرف وخلافه. واضح إذن أن السورة تسلط الضوء على قضايا المرأة والأسرة والأعراض والشرف إلى آخره. نذهب بعدها مباشرة إلى الآية رقم 30 ونقرأ قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إذن بدأ بالحديث مع الرجال وأمرهم بغض البصر وحفظ الفرج، ولم يهدد ولم يتوعد من البداية، بل قال ذلك أزكى لهم، يعني لمصلحتهم. نكمل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه أوامر إذن مثل التي أمر بها الرجال، ولكن سنجد بعدها أوامر خاصة فقط بالنساء: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية. والآية تعدد محارم المرأة التي يجوز لها أن تظهر أمامهم بلا حجاب. ثم يختم الله تعالى آية برسالة موجهة للجنسين فيقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحتى نفهم هذه الأوامر التي فرضها ربنا علينا كما قال، يجب أن نعود إلى اللغة التي نزلت بها الأوامر، فنعود إلى المعاجم لنفهم معنى كل كلمة في لغتهم آنذاك. ولو تغير معنى أي كلمة فطبعا هذا لا يعني أن تتغير الرسالة نفسها بتغير الزمن. الخمار هو ما يستر به الشيء في اللغة عموما، وفي اللباس ما تغطي به المرأة رأسها عند العرب بلا خلاف. الجيب هو ما قطع وسطه في اللغة، أما جيب القميص فكان يطلق عند العرب على ما ينفتح على النحر، يعني اللياقة. الضرب له عدة معاني، ولكن في هذا السياق هو وضع الشيء على الشيء. نعود الآن إلى ما سجله الفقهاء والمفسرون، كلهم بلا خلاف نقلوا جيلا عن جيل وبالإجماع أن المرأة كانت في الجاهلية وقبل نزول هذه الآية تغطي رأسها بخمار، كما كان الرجل يغطي رأسه بعمامة، ولكن كانت ترسله إلى الخلف. ولما نزلت هذه الآية فهموا جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم، وكان من الممكن أن يصحح لهم إذا كانوا قد فهموا بالخطأ. ففهموا أن المطلوب هو أن الخمار نفسه يبقى على الرأس ويتوجه للأمام ويضرب على الجيب، أي يتم تثبيته عليه بحيث يغطي كل ما كان مكشوفا. ويقول السيوطي في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فيه دليل على وجوب ستر الصدر والنحر والعنق، وأن كل هذا منها عورة. ويقول الطبري في تفسير الآية: ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن، يعني الحجاب المودرن اللي منشوفه اليوم واللي يشبه الطاقية ويترك الأذن مكشوفة، هذا حرام. لا نقول طبعا اخلعيه وكوني سافرة، بل نقول هذا خلاف ما أمر به الله، والواجب أن تغطي الرقبة والأذنين معا. من أين جاء الفقهاء بهذا الفهم؟ من حديث البخاري الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: مروطهن جمع مرط، وهو الإزار. ونجد في معجم المعاني الجامع أن المرط هو كساء يؤتزر به وتتلفع به المرأة. ويقول ابن حجر: اختمرن بها أي غطينا وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر
وهو التقنع، يعني كانوا يغطوا وجوههم. طيب هل هذا يعني وجوب تغطية الوجه؟ لا، ليس بالضرورة. حتى لو فعلت الصحابيات هذا عند نزول الآية فهذا ليس واجبا. لماذا؟ لأن لدينا نصوصا أخرى من السنة تبين أن غطاء الوجه ليس فرضا. وحتى لا أطيل في سرد الأدلة وندخل في مسألة النقاب، فأنا أنقل لكم خلاصة ما ذهب إليه الفقهاء. فمثلا الطبري وغيره من المفسرين نقلوا عشرات الأقوال للسلف، وفهموا أن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها تعني الوجه والكفين أو الكحل في العين والخاتم في الإصبع إلى آخره. وبالخلاصة يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير، وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوجه والكفين في جميع الأحوال. طيب نعود الآن إلى كتاب الله وننتقل إلى سورة الأحزاب، ونقرأ قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. كما نرى من البداية الخطاب موجه لكل المسلمات، لأن هناك آيات أخرى عن الحجاب خاصة بنساء النبي فقط. فماذا تقول هذه الآية العامة؟ تقول يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ونعود أيضا إلى معاجم اللغة لنفهم معنى هذه الآية. الجلباب في المعجم الوصية يطلق على الثوب المشتمل على الجسد كله، وعلى ما يلبس فوق الثياب كالملحفة والملاءة تشتمل بها المرأة، يعني مثل العباءة التي نعرفها اليوم. الإدناء يقال أدنيت أحد الأمرين من الآخر، أي قاربت بينهما. وإدناء المرأة ثوبها عليها أي أرخته وتسترت به. وحسب تفسير السلف لهذه الآية، وهم الذين رأوا الصحابيات وعاشوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، نجد في كتب التفسير أقوالا كثيرة تقول إن التطبيق العملي هو وضع الجلباب على الرأس بحيث ينزل ويغطي كل الجسم مع تغطية الوجه أيضا. ولكن نعود ونقول الآيتان لا تنصان على وجوب غطاء الوجه، لأن هناك نصوصا أخرى في السنة تبين أنه يجوز كشف الوجه، واتفق الفقهاء في العموم على أن ذلك يجوز عندما لا تكون هناك فتنة. يعني لا تكشفي وجهك أختي الكريمة وتزينيه بآخر صلحات المكياج وتقولي هذا حلال. نعم هذا حجاب من جهة وتؤجرين عليه إن شاء الله، ولكن من جهة أخرى فيه معصية وتأثمين بها. السبب الثاني لا أحب الحجاب. هذا سبب سمعته بنفسي من عدة أخوات، وبعضهن بررن فيه خلع الحجاب وليس فقط عدم لبسه من الأصل. طيب باختصار يا أختي الكريمة، إذا كنت لا تحبين شيئا فهل هذا يعني أنك لن تفعليه؟ هل هذا ينطبق على كل شيء نفعله في حياتنا؟ هل أنت مثلا لا تذهبين للمدرسة أو الجامعة أو العمل كل صباح إلا إذا كنت تحبينه؟ هل تعيشين في البيت الفلاني أو الحي الفلاني أو البلد الفلاني لأنك تحبين هذه الأماكن، أم لأنك راضي عنها بدون حب، أم فقط لأنك مضطرة؟ وعلى فكرة الرضا درجة أقل من الحب، يعني يمكنك أن تفعلي شيئا دون أن تحبيه ولكنك راضي عنه، ومع ذلك نحن كلنا نمارس أشياء في حياتنا بلا محبة ولا رضا، مع ذلك مضطرون لها. طيب في الدين نفسه هل كل ما أمرنا الله به هو مما نحبه؟ هل تتصورين مثلا أن الجهاد وحمل السلاح والتضحية بالنفس هي أشياء محببة للمجاهدين؟ يقول تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلموا. يعني الصحابة أنفسهم كانوا كارهين لهذا الشيء، والله يعلم ذلك، لكنه فرضه عليهم فرضا وقال لهم بنفس الوقت هو خير لكم، يعني لم يقل عليكم أن تحبوه ولا وعدهم بأن يحببه لهم، لكنه فرضه عليهم ووعدهم بأنه خير لهم. فقد يكون خيرا في الدنيا وقد لا يكون، لكنه حتما خير في الآخرة، وهذا هو المهم. إذن هل يحق لك أختي الكريمة أن تخلع الحجاب أو لا تلبسيه أصلا لأنك لا تحبينه؟ طبعا لا، فمحبة الله مقدمة على محبتنا. أليس كل واحد منا يجتهد لإرضاء أي شخص يحبه؟ حتى لو لم نحب ما يحبه الحبيب فنحن نحاول على الأقل إرضاءه. وبنفس الطريقة يمكنك أختي الكريمة أن تحكمي على حبك لله من خلال رضاك وامتثالك لأوامر الله. السبب الثالث أنا مقتنع بأنه فرض لكن غير مقتنع بأن ألبسه. كيف أنت يا أختي مسلمة وتعلمين أن ربنا أمر بشيء وفرضه عليك ومع ذلك غير مقتنعة به؟ كونك مسلمة يعني أنك سلمت نفسك لله وعرفت يقينا أنه هو الذي خلق عقلك وخلق الكون. فإذا آمنت فعلا بذلك وعرفت أنه أمرك بلبس الحجاب فهناك تناقض، لا يمكن أن تقتنعي ب99% من أوامره مثلا وما تقتنعي ب1% فقط. لذلك قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأنه إذا كان المؤمن والمؤمنة فعلا آمنوا بالله فمن الطبيعي والمنطقي والبديهي أنهم آمنوا أيضا بأن الله هو الأقدر على اختيار
الخير لهم، وهذا ينطبق على امتثالنا لقوانين المجتمع في هذه الدنيا. أنت مثلا أختي الكريمة، هل تتقيدين فقط بالقوانين التي تحبينها؟ لا سمح الله، لو مثلا الشرطة قبضت عليك بتهمة جنائية وسألك القاضي لماذا خرقتي هذا القانون، هل ستقولين له إن هذا القانون تحديدا لا يعجبني؟ المشكلة أننا كلنا نلتزم بقوانين الدنيا لأننا نخاف العقوبة، لكننا نفرط في قوانين الله لأن العقوبة مؤجلة فقط ولا نشعر بها. لكننا بعد الموت سنكتشف فورا كم كنا مخطئين ومقصرين ومفرطين. ولكن للأسف بعد فوات الأوان تقول الآية لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. السبب الرابع، أنا مقتنعة بالحجاب لكني ما زلت صغيرة. في الإسلام لما تبلغ الفتاة سن الرشد والبلوغ فهي مكلفة، حتى لو كانت بعمر 10 سنوات إذا بلغت فهي واعية بالحد الأدنى الذي يجعلها مكلفة عند الله. لكن المؤسف أن بعض الفتيات يعتبرن أنفسهن صغيرات حتى سن الجامعة، مع أن المراهقات ربما يكن مثيرات للرجال أكثر من بنات العشرينات والثلاثينات. وهنا يأتي دور الأهل في إلزام المراهقات بإخفاء الفتنة عن عيون الرجال. وللأسف الشائع اليوم أنه يحق للأهل أن يلزموا بنتهم بأن تدرس أو لا تخرج من البيت في الليل أو لا تسرق أو لا تفعل كذا وكذا. كل هذا نجد المجتمع يعتبر أنه من الضروري للأهل أن يجبروا بناتهم عليه. لكن لما يصل الأمر للحجاب تقوم القيامة ويبدأ التباكي على حرية الفتاة، مع أن حجابها هو حماية للمجتمع أيضا من الفتنة وليس حماية للفتاة فقط. السبب الخامس، مقتنعة بكل ما سبق ولكن أخاف من الاضطهاد ومن نظرات الناس. هذا يقال طبعا من قبل أخواتنا المهاجرات إلى بلاد غربية أو حتى يعيشن في بلادنا ولكن ضمن بيئة متحررة جدا من الدين، فمثلا كل عائلتها أو صاحباتها لا يلبسن الحجاب. الجواب ممكن نقتبسه من الآية الثانية من سورة الملك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بعبارة أخرى، نحن نعيش فيما يشبه برنامج مسابقات، البرنامج الذي يدخل فيه متسابقون لبضع ساعات مثلا، ويكون مطلوبا منهم أن يتحملوا بعض التحديات ويحلوا بعض الألغاز إلى آخره، وفي النهاية يفوزون بالجائزة أو يخسرون. الدنيا هكذا، هي كلها بكل ما فيها من دراسة وشغل وزواج وإنجاب وسفر ونكبات وأمراض إلى آخره، كل هذه مجرد تفاصيل عابرة على هامش الحياة التي هي في جوهرها ليست سوى امتحان فقط. معظمنا يعرف هذه الحقيقة وبالكاد يتذكرها أثناء انشغاله بالتفاصيل الهامشية. طيب لو فهمنا هذه الحقيقة وهذه القاعدة فعلا، تخيلوا كم ستهون علينا مصائب هذه الحياة، ومنها نظرات الناس لنا والعنصرية والمشقة التي تواجهنا عند الامتثال لأوامر الله. الله جل وعلا ما خدعنا عندما خلقنا وقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعض المفسرين قالوا إن الله عرض على كل إنسان لما كان في عالم الذر، يعني لما خلق الله روحه قبل آلاف السنين وقبل أن يخلق هذا الجسد، وسألنا واحدا واحدا هل نقبل بالأمانة، يعني هل نقبل بالتكليف ودخول هذا الامتحان، فقبلنا نحن الإنسان هذا الامتحان بعد أن رفضته السماوات والأرض والجبال. ومن البداية ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني الحياة لن تكون سهلة والامتحان فيه مشقة طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فإذا من البداية نحن نعرف أن الوصول للجنة ليس سهلا، وما أننا نجزم بأن هناك لذة وسعادة في العبادة وأن هناك شقاء وضنك في حياة العصاة، لكن أولا هذا ليس للجميع وربما أيضا ليس في بداية الطريق. والأهم أنه ليس كل المؤمنين والمسلمين قادرين على بلوغ درجة التلذذ بالطاعة، يعني قد يجد التائب الجديد مشقة كبيرة في ترك لذة السهر على المحرمات والالتزام بصلاة القيام طوال سنوات مثلا، ثم يجد لذتها في النهاية بحيث لا يستطيع أن يتركها، بل يجد في السجود والقرآن والتهجد في ظلام الليل أضعاف اللذة التي كان يحصل عليها في نشوة الخمر والمخدرات والفواحش. وأيضا أنت يا أختي الكريمة ربما تجدين مشقة هائلة في التزامك بالحجاب أول سنة أو اثنتين أو حتى خمس أو أكثر، لكن لو صبرت ونجحت بالامتحان وتجاوزت هذه المرحلة سيصبح الحجاب جزءا من كيانك، ولن تقدري بعدها أن تتقبلي حتى فكرة أن تكشفي جزءا من جسمك أمام الناس، ويصبح الحجاب عادة وعبادة وسعادة في نفس الوقت. وكلما ضعفت تذكري الحديث الشريف من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني المسافر إذا خاف أن يلحق به قطاع الطرق سار بالدجى، يعني في الليل، حتى يقطع الطريق بسرعة ويرتاح. وبنفس الطريقة أيضا الذي يخاف على نفسه من الشيطان والشهوات وانقضاء العمر فسيجتهد في هذه الدنيا ويكثر من الحسنات وتتفجر طاقاته وهمته، وحتى لن يكترث للمشقة ولكلام الناس وللعنصرية والاضطهاد، لأنه وضع عينه على الهدف النهائي، على سلعة الله الغالية، على الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ الآن السبب السادس والأخير، أنا مقتنعة بالحجاب لكن منتظرة حتى أتزوج. بصراحة هذا يمكن يكون أغرب عذر، يعني كل اللي راح كوم وهذا كوم لوحده. طبعا أنا أعلم أن الكثير من الفتيات والأمهات يقولن
معنى أن الفتاة لما تهتم بجمالها وليس فقط خروجها سافرة تزيد فرص زواجها، يعني خصوصا في مجتمعات عربية زادت فيها نسبة العنوسة بشكل مخيف. طيب أختي الكريمة، أنت الآن علمتي أن الحجاب فرض وتنتظرين فقط العريس حتى تلبسيه بعد الزواج منه. طيب لو كان العريس الذي تحلمين به إنسانا متدينا فعلا فلن يقبل بك في هذه الحالة، وحتى لو وقع في الحب واتفقتم على الحجاب فورا فسيظل يغار من ماضيك ويفكر في كل شاب نظر إليك قبله. الرجل بفطرته يحب أن تكون زوجته مستورة وزينتها مخفية عن بقية الناس، يحب أنه لما يتعرف عليك لا يرى منك غير وجهك، ويبقى هو يحلم بأسرارك وجمالك المخفي حتى تأتي ليلة عقد القران التي تكشفين له فيها على استحياء عن جمالك المكنوز والذي كان مخفيا سنوات طويلة عنه وعن كل الناس. الأهم من كل هذا، فكري بينك وبين نفسك، إذا كانت المعصية التي ترتكبينها كل يوم بكشف شعرك وجمالك في الشارع لكل الناس هي وسيلتك للزواج والتعفف لاحقا، تخيلي معي إذن ما هو نوع الرزق الذي سنكسبه عندما تكون الوسيلة إليه هي غضب الله. يعني لو كان بالفعل هناك زوج سيطلبك فقط لأنك غير محجبة، فأي نوع من الرجال هو؟ لو كان متدينا فعلا فكما قلنا لا يبحث عن فتاة غير محجبة، ولو كانت ما تفرق معاه فهذه مصيبة أكبر. باختصار، لو وصلت لقناعة كافية بقضاء الله ورزقه فلن تطلبيه بمعصية. المشكلة هنا أصبحت تمس العقيدة والثقة بالله، وأتمنى أن تعالجيها بسرعة. ختاما أختي الكريمة، إذا لم تجدي في أجوبتي المختصرة ما يشفي الغليل فابحثي عنه في كتب العلم الشرعي وليس عند العلمانيين والمتأولين والمبطلين لنصوص الله والذين توعدهم الله تعالى بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وإذا استفدت من هذا الفيديو وكان له دور ولو بسيط في اقترابك من الامتثال لأمر الله فأرجو أن تتركي لنا رسالة أو تعليق. أرجو أيضا من الجميع أن يساهموا في إيصال هذا الفيديو لكل أخت ممكن أن تستفيد منه، عسى أن نشارك جميعا في الثواب. ولا تنسوا أن تدعوا لأخيكم بالإخلاص، وكالعادة اشتركوا في صفحات وقنوات السبيل على مواقع التواصل ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.